السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام الأعزاء. طبعا الفيديو ده مخصص للناس المتفاعلين النشيطين الداعمين معانا على القناة على اليوتيوب، لذلك احنا حبينا نعمل بشرة جميلة فبشروا هنعمل جروب على الخاص للناس النشطة الداعمة المتفاعلة معانا على القناة. طبعا هنعمل ان شاء الله تعالى، لما عملنا اقتراح لقينا الاقتراح يعني في يعني الكل عاوز في اتجاه مختلف، فاضطرينا ان احنا نعمل جروب، 3 جروبات على الخاص، على التليجرام، على الواتساب، وعلى الماسنجر. ولكن ليه الجروب ده؟ احنا عملناه ليه؟ طبعا للناس الداعمين المتفاعلين النشطين. ازاي؟ اللي هو هيقوم بالمميزات دي هو اللي هيترد عليه في المجموعة او في الجروب يعني، لكن ما عملش الحاجات دي ويدخل معانا خلاص مش هيترد عليه. طبعا الموضوع واضح للجميع، في كل حاجة لها شروط ولها قواعد، فقواعد الجروب هنا لابد ان الانسان يكون او العضو اللي هيدخل ملتزم بشروط التفاعل. طبعا احنا بندخل على شقين، مين هو اللي هيترد على رؤياه، وبتتفسر بشرح وتوضيح كل الرموز، شرح تام تفصيل لكل حاجة. مين هو؟ طبعا اللي يكون متفاعل والداعم. المتفاعل اللي هو المتفاعل المجاني، اللي هو اللي يقدر اي حد يقدر يعمله، ده طبعا للكل، ده فرضا للكل اللي عشان يدخل هنا، ده فرضا. ولكن في تميز لمين بين الدعم والايه والمتفاعل؟ الدعم المتميز الاول والمتفاعل المتميز الثاني، ولكن احنا عندنا 2 متميزين بس اللي هترد عليهم. طبعا اللي هيدخل عندنا على القناه بيعمل اشتراك وبيفعل الجرس على الكل، ده من المتفاعلين، احنا بنتكلم في شروط التفاعل. يعمل لايك على الفيديوهات بعد المشاهده كامله باعلانات الفيديو مع التعليق، التعليق باستفسار او سؤال او بما استفاد من هذا الفيديو. بيشير الفيديو على منصات مختلفة وعلى الاصدقاء والاهل والاقارب، الحاجات دي كلها. طبعا في حاجة اخيرة مهمة في اخر الفيديو هنقولها، مهمة كده هتلم الموضوع ده كله، الكلام اللي بنقوله. طبعا بعد المشاركة وبيعمل مشاركة للفيديو واللي يعمل التعليق وحاجات زي كده، مين تاني المتفاعل؟ برضو حضوره المستمر معانا في البث المباشر، مع التفاعل في البث المباشر بايه؟ باللايك وبالتشير اللي اللايف بيشيره برضو على المنصات وعلى اصحاب والاصدقاء. طبعا دعوة للناس بره للاشتراك والدخول على القناة بنشر رابط القناة ليهم انهم يدخلوا. طبعا ده بالنسبة للمتفاعل، المتفاعل ده اللي بيعمل كده خلاص، يجينا الجروب بيتردله على أحلامه مع التوضيح ومع ردود على كل سؤال يسأل عن رؤياه. بس برضو قبل ما يدخل كده لازم بيقدم شهادة أو دليل أو حاجة تثبت التفاعل. إيه هو؟ بيعمل سكرين شوت لكل حاجة بيعملها الفيديو، بعد ما يعمل له لايك بيعمل له سكرين شوت، لما بيشيره في اتجاه معين بيعمل سكرين شوت، بيعمل دعوة، أي حاجة من دي بيعمل لها سكرين شوت وبينزلها في الجروب، وبعد كده بيقول حلمه بتتفصل. لكن ما عملش الحاجات دي كلها يبقى معلش محدش يزعل ويزوروني، ده بالنسبة للمتفاعل. الداعم بقى ده اللي هو بيقوم بالشق المادي خلاص، الشق المادي طبعا يبقى اسمه الداعم، الداعم اللي هو المتميز الأول. ده يعني بيعمل اشتراك في ميزة الانتساب في القناة، او بيفعل ميزة التشكرات، يعني عجبه الفيديو بيحب يقول شكرا فبيدوس على تشكرات وبيحط القيمة اللي هو عاوزها او اللي يقدر عليها او اللي هو يعني سامح بيها. تفعيل سوبر شات على البث المباشر، ان ده برضو مادي، ده امور مادية. نشر رابط زي ما قلنا للقناة لكثير من الناس دي، الاشتراك والحاجات دي زي اللي قلناها في الاولى برضو، دعوة الناس للاشتراك وحاجة زي دي، دي طبعا ثابتة على الكل. يعمل سكرين شوت للمواضيع دي كلها. طبعا الداعم المتفاعل اللي هو زي كده ده مش محتاج ان هو يعمل كده، ولكن لما يعمل تأكيد، لان دي بتبان عندنا، لكن في حاجات تانية ما بتبانش، او احنا عشان نجيبها بتاخد وقت معانا في الاحصائيات بتطلع وبنظهرها يعني ان شاء الله تعالى.
فده بالنسبه لشروط الجروب، سيان كان على الخاص على الواتس اب او تليجرام او الماسنجر، دي كلها. غير كده يا جماعه ما تحرجش نفسك وتحرجني معاك، مش هرد لان ضغوط كتيره. طيب واحد ما عندوش استعداد يعمل حاجة دي كلها، اوكي ما فيش مشاكل، تعال على الساحات التانية هنرد عليك برضو ودون اي تفاعل ودون ايه اي تدعيم. يعني بتكتب على القناة بتشاهد البث، بتكتب على البث مثلا او تعمل على القناة او حاجة زي كده، او تكتب تعليقك او رؤيائك مثلا في تعليق، ماشي زيك زي غيرك. طيب واحد برضو مش هيعمل الحاجات دي او مش فاضي او مش هيعرف او ما يقدرش او لظروف ما مش هنعمل الكلام ده وعاوز انجز، في الطريقه الثالثه دي خارج الجروب وخارج كل المنصات، اللي هي ايه؟ الدفع الفوري اللي هو على الكاش او على البيبال. ده مش محتاج ان هو يدخل كده ولا كده ولا كده، يدخل عاوز سؤال اجابه خلاص، هو ده اللي عاوز ينهي. واحنا كده اعتقد ان احنا كده وفرنا ليكم كل الاتجاهات المجانيه واللي هي المتوسطه والحماسيه، يعني مش زي المتفاعل زي مش متفاعل، يبقى في فرق، المتفاعل ليه تميز غير المتفاعل غير في تميز، خلاص. فالامر يكون واضح كده يا جماعه، فان شاء الله اتمنى ان كل الناس شاهدت الفيديو كويس عشان تفهم التوضيحات دي، لان غير التوضيحات ده ما تحاوليوش يعني ان انتوا تضايقوني، ما تحاوليش ان انتوا تحرجوني، لان انا ممكن لو لقيت العمليه ما حدش التزم بالشروط بغلق المجموعه وخلاص، وبنشتغل للناس المتفاعله على الخاص، الخاص فردي، خاص فردي بيني وبين الداعم او المتفاعل هيبقى خاص فردي واتعامل معاه، لكن جروب لا وخلاص وانتهى الامر على كده. فتابعونا ان شاء الله، ويا ريت الالتزام في كل القواعد ومحدش يخالف قواعد او شروط في على المنصات بتاعتنا ان شاء الله تعالى. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.